يا صباح الورد والياسمين، صباح الفل، صباح الروقان لكل زول قام وصحصح وقاعد بشاحتنا على شاشة الصحة والجمال. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء على الهواء. قبل ما أبدأ برنامجي عايزة أوضح حاجة بسيطة، وقبل ما أرحب بضيفتي اللي منوراني في الاستديو عايزة أقول للناس اللي بتسألني من قناة الصحة والجمال، هي مش شافة أو غناء مش عارفينها فين، قناة الصحة والجمال غناء عالمية دلوقتي. وأنا بتكلم أهلي في السودان وفي جنوب السودان فاتحين وبشاهدوني، هي صراحة غناء متشافة وكل الناس بتشاهدها، وعندي ناس كتير جدا بتبعت لي رسائل. غناء على نايل سات 11/8/23، دي قناة الصحة والجمال، وحبيت أوضح لحضراتكم إنه غناء متشافة. حلقة اليوم حلقة مميزة جدا بتميز ضيفتي اللي منوراني في الاستديو، صراحة هي ما قليلة أو مش أقل من السيدات اللي بيشار لهم بالبنان أمثال حواء الطقطاقة أو ريبيكا جون. هي سيسيليا جوزيف، اسم يتردد على كل مسامع من يعرفهم، من متابعين على محبين. داخل معايا داخل الاستديو الأستاذة الإعلامية سيسيليا جوزيف ماكير، إعلامية بالغناء القومية لتلفزيون جنوب السودان SSBC، أيضا سابقا كانت إعلامية على قناة LTC المصرية وكاتبة في جريدة الصباح. أهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بك استاذه روزينا، وصباح الخير، وصباح الخير على اللي بيتابعونا على برنامج روزينا. اهلا وسهلا، وكمان اللي بيتابعوا قناه الصحه والجمال بقول لهم صباح الخير، صباح ممزوج بكل التحايا من اهلنا في جنوب السودان لانه جاي من جنوب السودان قريب. الف صراحه الف تحيه والف سلام ومحبه كثيره شديد لاهل كل الاهل بجنوب السودان وكل الناس اللي بتتابعنا بكل تاكيد. واحنا الليله كاثنين ابنوسات من جنوب السودان حاضرات في احدى القنوات المصريه، يعني احنا دي حاجه تشرفنا كجنوب السودان في المقام الاول، والحاجه تشرفنا على الصعيد الشخصي بكل تاكيد. اهلا بك استاذه سيسيليا، وانا صراحه مبسوطه جدا. استاذه سيسيليا، لو يعني انا لو بديت اتكلم عنها فاكيد ما حقول ولا حرف يعني او ما حخليها تتكلم. هي من الناس اللي بتشجع صراحه، اعلاميه تشار لها بالبنان صراحه، لها صدى لها صوت في 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 كل المحافل الاعلاميه. هي دائما سباقه لتشجيع الزميلات والزملاء، اكثر الناس اللي بتفعل بها صراحه، يعني انسانه جواها طيبه، انسانه جواها محبه لكل الناس، ما بتعرف غير انه تدعم الناس وتتمنى لهم دائما التوفيق. انا صراحه مبسوطه بك للمره الثانيه، وحنبدا سيسيليا الكاتبه والراويه. يا سيسيليا، بين المجالين الاعلام والصحافه والكتابه، عايزين نتكلم عن الجانب ده. اهلا ومرحبا بك للمره الثانيه روزيدا. يمكن الكتابه والاعلام انا بحس انه هم عالمين متقاربين خالص، لانه الاعلام مهنه الانسانيه، والكتابه برضه هي مهنه الانسانيه. يمكن الكاتب بيكتب بلسان او بيكتب الحاجات اللي بيحس بها حوالينه، بيكتب عن الاحداث، بيكتب عن الحاجات اللي شافها. فيمكن احنا يعني جيل اتولد وعاش في الفتره بتاعت الحرب، يمكن فتره طويله شديد. بدايه كتاباتي او معظمها انا كنت بكتب، يمكن يعني للاسف كانت كتابات قريبة عن الحرب. يمكن أنا ما حاضر الحرب في مكانه، لكن كنت بسمع به بتجسد الواقع. كنت بسمع به وبحس الحاجات اللي كانت بتحصل مع الناس هناك، فابتديت أكتب بلسان الناس أو بعيونهم أو بحس بحاجات اللي ممكن هم عاشوها في الفترة بتاعت الحرب، بالذات المرأة، لأنه المرأة هي أكثر يعني في أي حرب دائما المرأة والطفل هم سواء كان تفقد أمها أو شخصين رجلة أو الفاتورة بتاعت أي حرب. نعم. حنتكلم برضه يا سيسيليا، انت يعني كواحده من الابنوسات بتشجع المراه بصفه عامه والمراه الجنوبيه بصفه خاصه،
فليكي كتابات، انا شاهدت لك كتابات كثيره جدا بتشجع المراه قومي انهضي، بس نعم. انا يعني اكيد الناس ما حتفهم غرض انه انت بتشجع الناس لتمرد او او لحاجه كده، بس نعم احنا نعم. حنتكلم عن الدور ده ودور التشجيع للمراه. لو ما حسيتي بالمعاناه للمراه اكيد انت ما كتبتي وما شجعتيهم وما وقفتي جنبهم يعني. نعم اكيد انه المراه عانت بكل صراحه، ويمكن النساء بيعانوا، حتى النساء اللي هم العاديات اللي ما عاصروا الفترة بتاعت الحرب، أيوة. أول ما عاشوا الفترة بتاعت الحرب، ويمكن النساء اللي زينا الهسي حاليا اللي بيكونوا يعني هم أمهات وشغالات، أيوة. أكيد هم بيدفعوا فاتورة زيادة شوية غير النساء الثانية. بكل تأكيد. فأنا دائما يمكن كل 8 مارس أو في مناسبات خاصة بالمرأة بديني قصاصات كده يعني بحب أهديها، أيوة. للمرأة. يمكن القصاصه بتاعت تمردي انا ما كان تشجيع انه النساء تتمردوا، لكن يمكن كنت بحسوا منه هم يا خلوا بالهم من القوانين، ياخذوا حقوقهم بطريقه كويسه، أيوة. بطريقه فعاله، أيوة. مش يتمردوا مثلا يمشوا الغابه. ايوه احنا حبينا صراحه نوضح الحته دي، هو فعلا الرساله كانت واصله طبعا نعم. للكاتب والراوي له طريقه معينه لتوصيل الرساله للقارئ. احيانا في ناس طبعا المعلومه بتوصل لهم غلط، فحبينا ناكد الحته دي انه نعم. كان يعني ال 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 كان التشجيع للنساء نعم. وهو السبب اللي خلى سيسيليا تكتب نعم. أو تشجع. حنتكلم برضو عن قناة LTC المصرية نعم. وبرنامج إفريقيا بشكل تاني نعم. صراحة أنت لعبت دور كبير جدا، يعني أنا ما عايزة أقول أنه مصر يعني بعيدة من إفريقيا أو ما بتعرف عن إفريقيا حاجات كثيرة، بس برنامجك يمكن أضاف حاجات كانت بعيدة عن أذهان المشاهد، فدي حاجة كانت مشرفانة جدا. عايزين نتكلم عن التجربة دي. نعم بصراحة كانت تجربة جميلة وتجربة مميزة وضافت لي الكثير. أنا حابة أشكر من عبر برنامجكم كل الناس اللي كانت في قناة LTC، يعني كان الناس مستغربة إنه كيف إعلامية من جنوب السودان اشتغلت في قناة مصرية، ممكن هسي أنت تاني إعلامية ما شاء الله عليك وبتمنى اعلامي. ان دل هذا يدل على انه زي ما نعم. انا بقول كل مره انه مصر دائما رائعه لمثل هذه الاحداث نعم. ومصر دائما بترفع فاتحة. ايوه فاتحه نعم. افاق وبترفع نعم. بيد كل من طرق بابا نعم. بكل تاكيد. فالتجربه اول فكره افريقيا بشكل ثاني على قناه LTC، يمكن الفكره كانت من زميلتي سالي صالح عطف، انا بحييها وكانت اول تجربه بين اعلاميه مصرية وإعلامية من جنوب السودان، وكانت تجربة ناجحة. قلنا نجي بأفريقيا بشكل تاني أو بصورة تانية، يمكن في ناس كثيرة ما كانوا عارفين حاجات كثيرة عن أفريقيا بالذات أيوة. هنا في مصر، فكنا مثلا بنمسك كل دولة مثلا في كل حلقة بنتكلم عنها العادات، حتى برضو كنا بندعو لفرص بتاعة استثمار في أفريقيا من خلال البرنامج، وجبنا نماذج لرجال أعمال مثلا مشوا ونجحوا في دول أفريقية كثيرة جدا جدا، فكان برنامج يعني برنامج اجتماعي ثقافي سياسي سلط على حاجات كثيرة وخلت الناس تعرف يمكن تكون وتغير عندها الإلمام وفي ناس يعني نعم. في ناس كثيره بتكون حابه او عايزه طريق عشان تدخل بالي لحته معينه نعم. فهم بيكونوا ما عارفين صراحه، يمكن كان المدخل عن طريقكم نعم. نعم. والمستثمر مثلا يجي من الصين او من اليابان او من حتات بعيده، ممكن المستثمر المصري هو اقرب أيوة. وده يعني ودي بلده الثانيه لو مش استثمر هناك بيكون افضل. ايوه نعم. بالتاكيد. حنتكلم عن المرأة الجنوبية نعم. زي ما قلت لك في الأول والمعاناة، وحنتكلم برضو عن تشجيع الأبنوسات نعم. لأن كثير يعني إحنا ما بنقول إحنا بعيدين من الثقافة، بل إنه إحنا الثقافة بنفسه نعم. بس نعم. إحنا كإعلاميات حنلعب دور إنه إحنا نشجع ونحفز عشان الناس صراحة يعني هي في حوجة للحاجة دي نعم. وزي ما قلت في البداية أنت يمكن دليل لناس كثيرة جدا ويمكن مصدر إلهام لناس كثيرة نعم. فعايزة برضو تتكلم لينا عن الحتة دي يعني. نعم المرأة الجنوبية يعني أنا بحيي كل امرأة جنوبية يعني لعبت دور الأم والأب في غياب الأب لظروف ما، ظروف الحرب، ظروف الشتات، ظروف النزوح، حتى ظروف اللجوء، يعني في أمهات مسؤولين من أجيال فترة طويلة جدا. أنا بتمنى إنه الحرب تاني ما تتكرر،
لأنه الحرب المرأة هي اللي بتدفع الثمن. بكل تأكيد. يا فالمرأة الجنوبية ساهمت يعني في فترة بتاعت النضال وبتساهم فترة بتاعت السلام وبتساهم هسه حاليا في التنمية بتاعت البلد واستقرار وتنمية البلد. وهي موجودة في كل المؤسسات قادمات بقوة. أيوة يعني هي موجودة بصراحة. يعني المرأة الجنوبية موجودة في كل المؤسسات أكيد. وهي بتلعب دور كبير جدا يعني طبعاً. احنا ليلة خصصنا انه الحلقة ما انه الإعلامية الضيفة إعلامية وكاتبة بس احنا كان موضوع الحلقة دور المرأة في المجتمع ودور المرأة بارز جدا ونساء جنوب السودان زي ما قلنا هم حاضرات في كل المحافل وهم موجودين في كل المؤسسات الحكومية سواء كان قطاع خاص أو حكومي. حنتكلم برضو عن كواحدة من الإعلاميات بطبيعة علاقتك مع زملائك الإعلاميين سواء كانوا مصريين بطبيعة وجودك في مصر فترة طويلة جدا. كلمينا عن العلاقة ما بين الجنوب والزملاء الإعلاميين المصريين والجنوبيين يعني. عايزة من الحتة دي أحيي الإعلامية وصحبتي الجميلة أسماء الحسيني بجد هي يعني من أكثر الإعلاميات المصريات اللي أنا بعتز بصداقتهم وهي من أول الناس اللي شجعوني وقالوا لي يا سيسيليا أنت لو يعني ركزتي في مجال الإعلام بكرة بعد بكرة أنا حشوفك نجمة هناك في بلدك. وفعلا يعني أنا لما رجعت جنوب السودان واشتغلت في التلفزيون القومي وأنا بحيي زملائي وزميلاتي التحية في التلفزيون القومي لجنوب السودان. يمكن أستاذة أسماء لما جاءت استضفتها أول ضيفة على الهواء في تلفزيون جنوب السودان أنا بحييها. هي من الإعلاميين والإعلاميات المصريين اللي بيشجعوا الإعلاميين الجنوبيين هنا وبيقدموا لهم خدمة مش تشجيع بس. أيوة. سواء كان في مجال التدريب في مجال التأهيل أيوة. في مجال يعرفون بقنوات مصرية تانية ممكن تقدم خدمات. بصراحة العلاقة طيبة وجميلة بين الإعلاميين وإحنا سعيدين صراحة أكيد. بالرفقة والعلاقة اللي بتجمعنا بين الزملاء سواء كان على الصعيد الشخصي أو المعرفة عامة. نعم. أو رجعنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين ولسه متواصلين مع ضيفتي المنوران في الاستديو الإعلامية الجميلة سيسيليا جوزيف. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن التدشين فحدثينا. نعم. يا يمكن زي ما وريتك أنه أنا دشنت أو طلعت أول مجموعة قصصية بعد حوالي 20 سنة لأنه بديت أكتب في 98 ويمكن دشنت هنا في القاهرة في السنة اللي فاتت 2000 السنة اللي قبل اللي فاتت 2019 وعايزة أحيي من هنا الدكتورة الجميلة آمنة فزاعة والجمعية الأفريقية لأنه الجمعية الأفريقية هو بيتنا الثاني. أنا دشنت هناك في الجمعية الأفريقية وبعد ذلك مشيت دشنت في السودان برضو في نفس العام في شهر 10 في السودان الشمالي. في السودان الشمالية بحيي برضو مجموعة جميلة أستاذ الفاتح ميكا ومركز الفاتح ميكا الثقافي هم برضو دشنوا لي في السودان. يمكن الدخل لاني يا روزيتا أعمل أول صالون ثقافي لامرأة جنوبية سميته صالون أبنوسية الثقافي. ده عايزة أشجع البنات اللي بيكتبوا لأنه بعد 20 سنة أنت لما تجي تدشن كتاب يمكن فترة طويلة شديد. الهدف من الصالون ده عايزين نشجع اللي بيكتبوا ونساعدهم برضو في كثير طبعا عشان عندهم الفكرة يضبعوا. بس مش عارفين. أيوة. صح. ويتدربوا كمان في أيوة. الكتابة أيوة. ويحسنوا من كتابتهم ونخليهم يشجعوا كيف الوحدة تقدر تدشن لها كتاب ويساعد بعض تقدر برضو يعني من خلال هذا أيوة. تبتدي تكتب حتى كتاب يعني ما من السهل صراحة انك انت تكتبي نعم. كتاب يمكن يكون فيه أكثر من 160 قصة أو أكثر وفي كتب نعم. بتكون أكبر من كده فالموضوع صراحة ما سهل بس نعم. عايز زي ما حضرتك بتقولي أكثر من 20 سنة فالموضوع عايز صبر ومصابرة نعم. وكل ما كان في العزيمة والثقة أيوة الواحد نعم. أكيد نعم. بكل تأكيد هي كانت من 6 قصص عنوان القصة الرئيسية اسمها سرخدين وأخوانه تمام. يمكن القصة مأخوذة من الحرب 21 سنة اللي كان داير أيوة. بتحكي عن مأساة طفل عاش ونزح الفترة بتاعت الحرب وفي النهاية بقى طفل الشارع أيوة. لكن يمكن بعد 20 سنة برضو حسيت انه
يعني ما لازم يكون طفل شارع بعدين. أيوة كتبت أيوة. الجزء الثاني من الجزء الثاني مواصل لصرخدين يعني. بنفس الاسم ولا بنفس الاسم، لكن المجموعه الثانيه حطبعها قريب هنا في الغائرة ان شاء الله، حتكون بعنوان ثاني، عنوان ابا نورسيه. اتمنى لك كل التوفيق يا سيسيليا صراحه. نعم. وبتمنى انه كل الكتابات اكيد بكل تاكيد حترى النور أكيد. وزي ما كان الكتب موجوده على كان المعرض الدولي، نعم معرض الكتاب الدولي في الخرطوم، تمام. وشارك هنا في المعرض، معرض الكتاب في القاهره برضو ان شاء الله. نعم. باذن الله متمنيين لك التوفيق والسداد، وكل كتاباتك اكيد ترى النور والناس اكيد تشوفها. نعم. بنشجع الناس انه الناس تتابع والناس تحاول تقرا كثير، كل ما يعني بالذات الناس اللي هم في مجال الكتابه كتابة. في مجال القصص، فهم كل ما ابرزتي وكتبتي اكثر. نعم. ايوه طلعتي بيكون لك دور، وسهل عليك جدا انك انت تكتبي، سهل عليك جدا ان انت تقومي تنسقي مواضيعك اللي انت حابه تعمليهم. برضو حنتكلم برضو عن تنقلك ما بين جنوب السودان ومصر. كنت كواحده من الاعلاميات البارزه في يوم توقيع اتفاقيه سلام الشمال او السودان الثاني. التحيه لهم بكل تاكيد، احنا برغم الانفصال بنضل احنا اخوه، وبين اكيد المحبه وروابط اوساط كبيره صراحه بيناتنا، سواء كان بين الشمال والجنوب. نعم يا هو اكيد يعني يا روزيتا الانفصال. اي نطلع فاصل وحنرجع لكم. ورجعنا لكم من جديد اعزائي المشاهدين. صراحه احساس غريب جدا جاني وانا بتكلم عن بلدي الحبيب، سواء كان جنوب او شمال، وانا دائما بحس نفسي انه انا بالسودان. اي كان الانفصال انفصال سياسي، فاحنا ربينا على الحب والوئام اللي وجدناه في السودان الكبير، العلاقات الجميلة، الروابط التاريخية اللي بتربطنا بأهلنا في الشمال، ولا زال أسرتي الحبيبة التحية لهم من هنا موجودين في الشمال. يدل على هذا، يدل أنه في روح محبة بيننا صراحة كتير. حتى أنا يعني ما إني من جنوب السودان، بس كان مولودة في الشمال. أول مرة كان أروح الجنوب اللي هو كان شهر 10 اللي فات، كنت مشاركة في برنامج أو توقيع اتفاقية التسلم. ممكن ده الحاجة الحزاني وخلاني أعيط عبر الهواء، وأنا بعتذر لكم كثير. وللمرة الثانية معانا الإعلامية الجميلة، وإحنا على مشارف ختام حلقتنا يا أستاذة سيسيليا. لو في أي رسالة حابة توجهيها للمشاهدين، حابة توجهي رسالة للرواة، الناس اللي بيكتبوا القصص القصيرة، حابة توجهي رسالة لأي حد أنت تحب توجهي له الرسالة، تفضلي هيك خلص. يمكن يعني رسائلي برسلها للإعلاميين، يعني دائما الإعلاميين خليهم هم يكونوا رسول سلام، هم تكون كلمتهم وكاميرتهم موجهة بالذات الإعلاميين الجنوبيين، خليهم هم كاميراتهم وأقلامهم تكون كاميرات لرتق النسيج الاجتماعي اللي اتهرى بسبب بتاع المشاكل. خليهم دائما يكونوا لاعبين الدور الاساسي في السلام والمحبه بين القبائل او بين الناس، يعني بالذات الحاجه دي احنا حابين. نعم. كابناء جنوب السودان نترابط، نكون يد واحده، يكون في بيناتنا المحبه والمحنه. نعم. يكون في بيناتنا الوئام والوصال، يكون في بيناتنا التعافي والسلام الداخلي لننحط ببلدنا للامام باذن الله. استاذه سيسيليا كنت ضيفه عزيزه علي صراحه. نعم. انا مبسوطه جدا على تلبيتك على الدعوه وحضورك لنا في استديو الصحة والجمال اللي هو بيتنا الثاني احنا زي ما بنعتبره. أعزائي المشاهدين، لغاية هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. استنونا الأسبوع اللي جاي حلقة جديدة وضيف جديد. إلى اللقاء.